شي في 2004 ولا 2005 كانت المرض هذا. ويلي مرة قديم هذا المرض هذا، وليني هادشي بتيسير الله وكلشي ضل الله، ما عندنا ماش نخافو وكلشي. دابا الا دخل الصفر شنو زعما شنو ديرو؟ واش غادي دير اخويا؟ ما عندك ما دير، غادي كلشي ضل الله، غادي تشهد وغادي تخلي داكشي الله. يا ما كاين دواء، ما كاين والو. الدواء كاين اخي، ما ربي ما حدو خرج هذا المرض هذا، عنده الدواء ديال العشابه. ما كاين العشابه، لا العشاب والله. لا لا اخي سيمو نيجا راك سيمو. دابا شنو لا دخلنا صفر، كيفاش شنو الحل اللي غادي نديرو؟ الحل اللي غادي نديرو هو الكمامه. سازح شي وجه ما عرفت واش فيا كورونا ولا كيرونا، والله ما عرفت كورونا خويا. قال لك شي فيروس تيتنقل ما بين الهواء وداك الشيء، الله اعلم. دابا كما سمعنا هذه الايامات قال لك شي حاله كاينه في الدار البيضاء، كما شفت البارح واحد الفيديو كاين الناس ديال الصحه في داك الشيء في المستشفى ديال الخميس. خويا كورونا هذه الله يستر منها وصافي. انا تنقول من الساكنه ديال المدينه اللي نصحوا ديروا الكمامه، ديروا الكمامه خوتي، راه كورونا راه فريا، راه يمكن فيا كورونا. ولا قصد دابا انت ها؟ ولا قصد كورونا خويا، الله يسر باش قيسنا خويا كورونا، الله يسر اخوتي راه كورونا. دابا النظرة خاصك خاصني نجلس في الدار. بغيت تجلس في الدار؟ ايوا نتسناو ناكلوا القوت ونتسناو الموت. هاد المرض جاي لنا من الشينوا، راك عارف الشينوا ما كتصرا حتى شي حاجه، كتصرا لنا غير الموت ان شينا. دابا في الصفر الا دخل المرض للصفر شنو دير؟ شنو عندي؟ نديرو كمامه بحالنا بحال بنادم، واخا يسميونا كلاب راك تما. ولا ما لقيناش الدواء، كيفاش حل ديالها؟ ما لقيناش الدواء، قال لك بومادا صفراء كتقضي على الميكروبات كاملين اخويا، البومادا صفراء. دابا انت الا قصك كورونا شنو غادي دير؟ شنو غندير؟ نموت فيها فيها. حاجه واحده باش عجبتني داك كورونا هي ما كتعرف لا ما كتعرف لا اللي لاباس عليه، غاتدي كلشي من طرف. هي اللي مزيانه في داك المرض، ما كاينش. واصلا الا دخلت عندنا المغاربه حنايا داك الساعه اللي يبقى العدوى تنتشر دغيا، هي غير مرض واحد كلشي غادي يمرض. دابا الحل ما كاينش. دابا الحل ما كاينش، مازال ما لقاوش الحل. راك شتي في الصين دابا تبارك الله، ما الصين اليوم واصلين ما لقاوش الحل ديال داك المرض. دابا انت الا قاصك الكورونا شنو دير؟ ايوا اخويا الله يرحمنا الطرشه. نطلعوا خير للطرشه. الله يبعدها علينا، هادشي ما نقول فيها. دابا علاش داتك انت كورونا شنو غادي دير؟ غادي نحرق راسي.